صلوا على نور ربنا الهادي البشير، أملي أنا يا ربنا به الكتير، هو الشفيع المرتضى يوم الحساب، من كان في طاعته مذهبه نال الثواب، مغرم أنا يا ربنا منه الهنا، صلوا عليه نور ربنا ساطع هناه، صلوا على نور ربنا الهادي البشير، أملي أنا يا ربنا به الكتير، زيدوا الصلاة عطروا يفوح مسك الختام، جيت أشتكي همي وأبوح زاد الغرام، وفي حضرته نلت المنى زاد مطلبي، عالي المقام خير الأنام نور مذهبي، صلوا على المختار صلاة نفلح بها، في الساحة والحضرة قبول للمنتهى، صلوا على نور ربنا الهادي البشير، أملي أنا يا ربنا به الكتير، يا عالم الأسرار بنا تمنى إليك، نظرة قبول للمصطفى محمد نبي، لك يا نبي بوسط الطريق كل عشم، إنك شافي عون الهدانا بالحرام، سلم سلام زيد الصلاة على المصطفى، هادي الأوصاف راوي القلوب مروى وصفا، سلم سلام زيد الصلاة على المصطفى، هادي الأوصاف راوي القلوب مروى وصفا. اهلا بكم متابعي ومشاهدي موقع بصراحه الاحداري. معانا موهبه فكريه في الانشاد الديني وجمال صوتها المميز، جانا السادات طالبه الصف الثاني الاعدادي الازهري محافظ سوهاج، تبدع في حفظ والقاء الاغاني والاناشيد الدينيه. جانا بنرحب بيك على موقع بصراحه الاحداري. أهلا وسهلا بيكم معنا، يسمعكم. جانا لو تقولي لنا، بدأت في اكتشاف موهبتك في الإنشاد الديني جمال الصوت من سنة تقريبا من سنة بدأت في اكتشاف موهبتك في مهرجان عبر الفعاليات والمشاركات اللي أنت شاركت فيها؟ في مهرجان عرف دينك الدولي في محافظة المنصورة. عايزين كده تقولي لنا عندك مواهب إيه تانية غير الإنشاد الديني؟ قراءة القرآن الكريم، وأنا حافظة 29 جزء ومتبقي جزء واحد وقت إن شاء الله، وهختم إن شاء الله على يد مشايخنا الكبار شيخ محمد خليفة وشيخ أيمن قبيسي. ربنا يوفقك ان شاء الله، ونسمع كده ما تيسر من آية ذكر خفيف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصلى ورسوله النبي الكريم ونحن على ما قال من الشهيد، الحمد لله رب العالمين. جانا عايزين نسمع كده انشوده بصوتك المميز. لا تيأس من روح الله واستبشر بعطاء الله، لن يغلب عسر يسرين فانظر في آيات الله، لا تيأس من روح الله واستبشر بعطاء الله، لن يغلب عسر يسرين فانظر في آيات الله، لا تجعل لليأس سبيلا
لفؤاد آمن بالله، هل يحزن من أيقن حقا أن الفعال هو الله؟ لا تجعل لليأس سبيلا لفؤاد آمن بالله، هل يحزن من أيقن حقا أن الفعال هو الله؟ أن الفعال هو الله. الله يناديك سحيرا، قم واسأل يا عبد الله، فاسألني أعطك ما ترجو، لا تطلب من غير الله. إن كنت مريضا يا عبدي فأنا الشافي وأنا الله، وكنت كثيرا هل أحد يجبر كسرك غير الله؟ مولانا ارحمنا واجبرنا، يا مولانا أنت الله. وصلاة الله على الهادي أحمد سيد رسل الله، لا تيأس من روح الله، واستبشر بعطاء الله، لن يغلب عسر يسرين، فانظر في آيات الله. جانا نبت إلى طموح في الدراسة في المستقبل. إن شاء الله نفسي أبقى مهندسة. مهندس إن شاء الله إن شاء الله. مين بيساعدك في حفظ القرآن الكريم وحفظ الأناشيد؟ بابا بيحفظني من زمان، وماما وأخواتي كلهم. جانا سادات أشكرك على منافسك وموهبتك في الإنشاد والأغاني الدينية وحفظ القرآن الكريم. متابعي ومشاهدي موقع بصراحة الإخباري، رصدنا لحضراتكم في بثنا المباشر من محافظة سوهاج حكاية جنى السادات بنت محافظة سوهاج بتحفظ 29 جزءا من القرآن الكريم بالأحكام بأحكام التجويد على يد مشايخها في كتاب الجمعية الشرعية. أيضا جنى بتبدع في الإنشاد والأغاني الدينية بصوتها المميز، وشاركت في العديد والعديد من المهرجانات والمسابقات، لعل من أبرزها مهرجان اعرف دينك الذي أقيم في محافظة الدقهلية وتحديدا مدينة المنصورة. كما استمعتم مشاهدينا ومتابعينا الكرام لصوت جنى السادات، صوتها المميز في تلاوة القرآن الكريم بأحكام التجويد، وأدائها الراقي وصوتها العذب في الإنشاد والابتهالات الدينية. بنشكركم على المتابعة والمشاهدة.